السلام عليكم، حبيت نشارك معكم هاد الوصفة ديال السفنج. ننتقلوا للمقادير. عندنا واحد معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقة كبيرة ديال الخميرة، معلقة كبيرة ديال الملحة، 4 الكيسان ديال الماء، و 4 الكيسان ديال الطحين. ما غنقولش لكم ديال العنبة ولا هذا، اي كاس عبرتي به الماء تعبري به الطحين. عندنا ناخذ سنيده، معلقه كبيره ديال السنيده مع معلقه كبيره ديال الخميره. غنديروا 4 الكيسان ديال الماء، اي كاس قلت لكم تعبروا به، ماشي مشكل، الا عبرتوا به الماء تعبروا به الطحين. كنزيدو وكنزيدو 4 الكيسان ديال الطحين ديال الدقيق، تكون عندنا مغربله. نبقاو نخلطو حتى نحصلو على هاد الفقاعات، من بعد تنغطيو واحد البلاستيك ونخليه واحد مدة ربع ساعة. ها هو السفنج ديالنا، خليته واحد ربع ساعة تخمر. عرفتوا دابا مع الحال بان ليا سخون وداكشي، راه خمر دغيا في ربع ساعة. ها هو غنزيد دابا ديك معلقة كبيرة ديال الملحة، ها هي، وغنزيد الطحين ديالي. يمكننا نزيدو ثلاثة حتى ثلاثة ونص على حسب اللي غيدير، يعني العجينة خاصها تكون مرخوفة شوية. أنا غنحاول نزيد ثلاثة كيسان، ها هما. كنخلطو بهاد الطريقة اليدية ديالنا بحال هكا، راه ما كيبغيش الكليك بزاف، راه غير التخلاط ماشي الكليك. ها هو دابا باقي ليا جاري، يمكن لي نزيد واحد نص كاس. ها هو نص كاس ديالنا صافي، وتخليه يخمر. ها هو السفنج ديالنا كما كتشوفوا، ها هو خمر، شتي خمر مزيان. نحاولوا دابا ناخذوا، ندهنوا يدينا بالزيت ونبدا نكوروا كرات العجين ديالنا. كنكوروها على هذا الشكل. كنديروا جوج مقلات، مقله كيكون فيها الزيت كثير، ومقله فيها الزيت قليل، ومقله فيها الزيت قليل. داكشي علاش كتلاحظوا من السفنج كيدير كميه من المقله وكيحط السفنج على الجلد البلاصه اللي ما فيها الزيت مزيان. حنا ما عندناش، ما نديروش هذيك الطريقه، غنديروا جوج مقلات. كنديرو يدينا فيها الزيت، وكنهز هادي ديالي وكنبدا بحال الشفنج بحال هكا، كنديرها في المقلة ديالي بلا عافية تكون مهيلة. من بعد ملي كيوليو عندنا هاد الفقاعات هادو كتنفخ لينا الشفنج. نديرها هنا، نحاول ندير هنا شتي، تحمرو شوية بلا عافية مهيلة، منكدروش. اي شفنجة تنفخات لينا اللي كانت في المقلة اللي فيها الزيت شوية الزيت، نديروها في المقلة اللي فيها الزيت كثيرة. ها هو الشفنج ديالنا واجد، هانتوما كيلاحظتو، هما الشفنجات هما، هانتوما نقرمال، هانتوما خاوي من الوسط ما معجنش. هانت بالصحة والراحة. الى عجبتكم لاغوسيط ديالي ما تنساوش تابوناو في القناة ديالي وتبارطاجيوها مع صحاباتكم. بالصحة والراحة.